مجددا مشاهدينا، ما زلنا بنتابع معكم فقرات هذا الصباح، وهذه الفقرة تحديدا مخصصة لفئة عزيزة وغالية على كل مصري، فئة أخرجت عباقرة وعظماء وعلى رأسهم طه حسين أديب مصر والوطن العربي وكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، ولكن أشهرهم كان الأديب المصري العالمي طه حسين. فئة ذوي الاحتياجات الخاصة اللي بتمثل قطاع عريض من المصريين، بيقال الإحصائيات بتقول إنهم حوالي 9 مليون مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة، على يعني لها يعني لهم إعاقة سواء ذهنية أو جسمانية. هذه الفئة مش بس لوحدها، هذه الفئة قد تكون معيلة أو معالة، بتؤثر وبتتأثر بكل واحد فيهم بخمس مصريين كمان من أفراد المجتمع، يعني 5 في 9 ب45 مليون مصري لهم علاقة بهذه المشكلة لذوي الاحتياجات الخاصة. مش عايزين نقول مشاكل لأنهم أصلا مواطنين طبيعيين، ولكن ربنا يعني حباهم بنعمة قد تكون نعمة بالفعل أصلا، ويتحولوا عن طريقها إلى عباقرة. وأكبر مثال لينا على ذلك برضو العالمية الأمريكية هيلين كيلر، اللي ما كانتش بتقدر تشوف ولا بتتكلم ولا بتسمع، وبالرغم من ذلك كانت نموذج لتحدي الإعاقة. الفقرة دي مخصصة لمناقشة المواد المخصصة لهذه الفئة في الدستور. هل الدستور المصري جامل هذه الفئة وأعطاها حقها؟ ده اللي هنناقشه مع ضيف هذه الفقرة، الأستاذ عمرو حسن، القائم بأعمال المجلس القومي لشؤون الإعاقة وعضو مجلس الإدارة. يعني مباشرة كده مادة 81 قدمت ايه لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين والاقزام عن السابق؟ طبعا انا يعني ابدأ من الاقزام، ويمكن شيء طبعا جديد ولم يحدث في دستور سابق في مصر، وجود نص ينص على ضمان حق أشخاص زي الأقزام أو قصار القامة، وإنهم أدرجوا مع أشخاص زي الإعاقة، لأن الأقزام كان عندهم مشكلة إنهم ما كانوش بيعاملوا في الدولة على إنهم أشخاص زي الإعاقة أو إنهم أشخاص مش من غير زي الإعاقة، كان عندهم المشكلة دي. فالنهاردة المادة دي وضعت قصار الطول مع الأشخاص زي الإعاقة في المادة 81 عشان تضمن لهم حقوقهم وتلزم الدولة إنها يعني تعمل على إتاحة كل سبل الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام أيضا. الآن المادة زي ما حضراتكم اطلعتوا عليها هي مادة بتجمع وبتلزم، إحنا اللي كان بيهم دايما الأشخاص ذوي الإعاقة ومشكلتهم هو إلزام الدول أو إلزام الدولة إنها باللي قدام حضراتكم في المادة. طب اسمح لي اقرا على حضرتك نص الماده، الماده 81 من الدستور، نصها بيقول الدوله تلتزم الدوله بضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه والافراد والاقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبه منها لهم، وتهيئه المرافق العامه والبيئيه والبيئه المحيطه ولممارستهم جميع الحقوق السياسيه ودمجهم مع غيرهم من المواطنين اعمالا لمبادئ المساواه والعداله وتكافؤ الفرص. لكن في السابق برضه كان في مثلا نسبه 5% هي الوظائف للمعاقين في بعض الجهات الحكوميه او ما شابه. هو طبعا كان في يعني كان في قانون صدر في سنه 75، هو قانون العمل الاشخاص ذوي الاعاقه اللي هو الزام الجهات الحكوميه الخاصه بتعيين نسبه 5% او تخصيص نسبه 5% من الوظائف الاشخاص ذوي الاعاقه. لكن حضرتك لما كان بيتحول لنص دستوري الموضوع يفرق كتير جدا. نص دستوري اصبحت الدوله ملزمه الزاما كاملا
بتنفيذ ما هو يعني مدرك في الدستور. الموضوع بس مش واقف عند فكره قانون، بالعكس ان لسه كمان في قوانين الاشخاص ذوي الاعاقه، قانون الاشخاص ذوي الاعاقه ان شاء الله في 2014 يكون يعني يتم باذن الله واقر باذن الله. الفكره مش بس وجود المواد دي، هو الحركة دي الماده دي جايه من مبادئ الاتفاقيه الدوليه للاشخاص ذوي الاعاقه. نعم. اللي مصر صدرت عليها سنه 2008، واللي بمقتضى ده اتشكل مجلس القومي. نعم. هل ده يعتبر ضامن بالنسبه للحقوق او الواجبات؟ طبعا تصدير مصر ملتزم في حاجه ماده في الدستور بتلزم الدوله باحترام وتنفيذ اتفاقياتها الدوليه. بس بعض الاحتياجات الخاصه برضه عايزين يطمنوا يعني ايه الاليات او ايه التشريعات اللي هتضع هذا النص الدستوري موضع التنفيذ؟ لا وطبعا لسه في اجراءات كتير هتتاخد وقوانين، قانون الاشخاص ذوي الاعاقه ان شاء الله السنه الجايه يكون مقر باذن الله. في طبعا اليات كتير هتستخدم. الكلام بص حضرتك، الكلام كماده، انا هكلم حضرتك الكلام كماده يبدو انه كلام يعني كلام بالنسبه لنا احنا كاشخاص ذوي الاعاقه. انا رايي الشخصي بقى يعني رايي انا كعمرو حسن يعني ده كلام ممتاز جدا. مش الماده دي بس، في اكتر من 6 مواد اخرى. في الماده 3